لماذا يوجد اختلاف في أشكال وألوان البشر؟ طبعا لما نسافر بتروح على أستراليا مثلا بتشوف الإنسان القديم بتشوف شكله بشكل معين، إذا بتيجي على شمال أمريكا بتشوف إحنا بنسميهم الهنود الحمر بس إني السكان الأصليين للبلاد، وبتشوف الأوروبي أبيض وبتشوف الأفريقي أسود. يعني ممكن بس توضح لنا هاي الفكرة؟ طبعا، لأن إذا كلنا أولاد آدم وحواء ليه في الاختلافات دي؟ فإحنا هنتكلم عن حاجتين، هنتكلم عن لون الجلد الأول وبعدين هنتكلم عن شكل الإنسان. خليني أعمل شير للسكرين بتاعي علشان أقدر أوريكوا هذه الأمور بالتفصيل، تفضل. وهنشوف إنها إن في ترجمة أو تفسير علمي واضح جدا لكل هذه الأمور، مفيش أي إشكالية. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف أشكال لناس مختلفة، بنشوف درجة اللون مختلفة. فلو شفنا في الناحية الشمال فوق هنلاقي لون غامق قوي، وبعدين في لون متوسط قمحاوي زي ما بنقول، وبعدين في لون فاتح. على فكرة كل الألوان دي جاية من حاجة اسمها الميلانين، في حاجة خلية اسمها ميلانوسايت، هوريكم شكلها بسرعة. دي بتطلع صبغة اسمها الميلانين وبتدي درجات مختلفة للون. فما فيش حد فينا اسمه أبيض. عارفين الأبيض يبقى شكله إيه؟ شكله زي الورقة دي، الورقة دي بيضة، محدش فينا أبيض. الأبيض اللي ما عندوش لون خالص، اللي ما عندوش أبدا أي ميلانين، ده اسمهم ألبينوز، ودول لما بيتعرضوا للشمس فيهم مشاكل. لكن كلنا عندنا لون، بس عندنا درجات مختلفة من هذا اللون. والسؤال بقى ليه في درجات مختلفة، وإزاي آدم وحواء ممكن يكون عندهم القدرة إنهم يطلعوا أجيال وأجيال وأجيال كلها عندها الألوان المختلفة دي؟ ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه مع بعضينا. اتفضل دكتور، اتفضل خد راحتك. تمام، كويس. فأنا عايز أوري فكر الكتاب المقدس الأول، وبعدين هدخل على العلم وإزاي نثبت فيه هذا الكلام. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله خلق آدم وحواء على صورته وكشبهه، وبيقول إن آدم هو الإنسان الأول وحواء أم كل حي، فما فيش خليقة بشرية خارج آدم وحواء خالص، مش ممكن الكتاب المقدس يقبل ذلك الفكر بالمرة. وبعدين زي ما قلت في تكوين 5:4 آدم وحواء كان عندهم بنات وأولاد كثيرين، في تقليد يهودي بيقول 33 ولد و35 بنت، أنا مش هعتمد على كده، لكن الكتاب المقدس بيقول في بنات وأولاد، فبيتزوجوا من بعض وبتنشأ عنهم أسر وأجيال بعد كده. بعد حوالي 1600 سنة من الخليقة شر الإنسان زاد على الأرض، والرب أمر نوح أن يبني الفلك، ودخل نوح وأولاده الثلاثة وزوجتهم إلى الفلك، وبعد الطوفان خرجوا وقعدوا في منطقة اسمها أرض شنعار، وبعدين حبوا يبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى، والرب بدد ألسنتهم أو شتت ألسنتهم، وتفرقت المجموعات البشرية من سام وحام ويافث. واحنا لسه لحد دلوقتي نقول الجنس السامي، ويافث اللي هو عمل اوروبا. فقصد اقول ان ده التاريخ الكتابي اللي احنا بنؤمن بيه وبنثق فيه، واللي بنقدر ندافع عنه علميا زي ما هوريكم حالا. وانا بدرس احياء زمان خالص كانوا بيدرسونا في علم الاحياء انه في جد تخيلي اعظم، في جد اللي عندنا حفريات ليه ولا عندنا صوره ليه ولا عندنا أي دليل عليه، هو تخيلي، حتى تعبير اسمه تخيلي، فهو متخيلينه هم اللي رسمينه في مخهم، مش موجود ليه أي حقيقة. وبيقولوا إن الجد التخيلي الأعظم ده اتفرعت منه شعوب مختلفة، الجنس الأسترالي الأساسي، وبعد كده النيجيري اللي عاش في إفريقيا باللون الغامق، وبعدين المنغولي اللي هو موجود في الصين واليابان والمنطقة دي كلها، وبعدين القوقازي اللي موجود في أوروبا وأمريكا. وابتدى داروين يقول لك إن الجنس الأسترالي الأساسي دول بيقول إنهم أقل تطوراً من الجنس القوقازي اللي عايش في أوروبا وأمريكا. طبعاً دي جريمة كبيرة قوي في التفكير، لأن دول بشر زي وزيك بالظبط، عندهم 46 كروموسوم، وهنتكلم عن الكروموسومات بعد شوية، عندهم 206 عظمة زي وزيك بالظبط، عندهم حوالي 600 عضلة، نفس هم بني أدمين زي وزيك بالظبط،
كون ان شكلهم مختلف، كون ان لون جلدهم مختلف، لا يجعلهم ينفصلوا عن العائله الادميه بالمره زي ما هنثبت كده بالعلم حاليا. كان نتيجه التفكير ده الحقيقه يا اسيس نزار انه حصل جرائم بسبب هذا الفكر الغلط، هو فكر غير علمي. لانهم كانوا بيروحوا يصطادوا الهنود الحمر والناس الاستراليين الاساسيين ويصطادوهم ويشرحوهم علشان يثبتوا انه دي الحلقات المتوسطه. دي جريمه لان هم بشر زيي وزيك بالظبط. وبعدين من الجرائم دي هوريك حاجه غريبه جدا، واحد اسمه اوتا بينجا، الراجل ده كان في الكونغو ولقوا انه اسنانه محفوره بطريقه معينه حسب القبائل اللي هناك. فبصوا عليه وقال لك ده الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد. وفي سنة 1902 أخدوه من الكونغو ودوه أمريكا وحطوه في حديقة حيوانات وعاش مع الحيوانات، وبعدين اكتشفوا إنه إنسان زيه وزيك، فحسوا بالجريمة فطلعوه. بس لما طلع بقى كان خلاص تدمر نفسيا وانتحر هذا الشخص. فعايز أقول لك إنه موضوع مهم جدا، إحنا مين وجينا منين؟ لأن إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه، عشان كده لما سقطنا في الخطية جاء الرب يسوع عشان يخلصنا.